العاملين في هذا القطاع من بداية الوزارة الوصية، بنك المغرب، يعني سوق الرساميل والسوق المالي، معنيين بالمساهمة الفعالة في تمويل المشاريع والبرامج المخطط لها من أجل تخليص من انبعاثات الغازية والمساهمة في هذا التعبئة الدولية للمحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ. طبعا هذا خريطة الطريق تتضمن عدة محاور، من بين المحاور الأساسية هو الابتكارات الجديدة التي يجب أن تتم في إطار الأدوات المالية. هناك بداية الآن لما يعرف بالجرين بونز، أو يعني هذه الأدوات المخصصة لتمويل الاقتصاد الأخضر بصفة عامة، والتي بدأت ببلادنا. أيضا في المجهود الذي يجب أن يفعل في إطار ملائمة القوانين المالية في لتشجيع التمويل الأخضر، أيضا الدور الذي يجب أن يقوم به وزارة الاقتصاد والمالية، والأدوار الذي يجب أن يقوم به كل المعنيين بهذا التحدي. أعتقد أن هذه خريطة الطريق بفضل تصورها وبفضل تعبئة الجميع حولها وبفضل يعني الإرادة القوية لكل العاملين في القطاع، إن شاء الله غادي تكون مساهمة فعالة في إنجاح دور المغرب في مجال المحافظة على البيئة والمناخ.